سلام بناس، مرحبا بكم معايا في مطبخ نادية، نادياز كيتشن. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وبغيت نشكر البنات اللي كيسولوا على الغياب ديالي واللي كيسولوا على جديد القناة. تنقول لكم شكرا بزاف على الاهتمام ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الرائعة. كنقول لكم شكرا، وكنتمنى ان شاء الله نرجع لكم بالجديد ونرجع لكم فيديوهات اكثر. هنا البنات كيما كتشوفوا غندير معكم واحد السابلي بريستيج، سابلي مرافق بالشوكولا. هاد الشوكولا بالحشوة بثلاث مذاقات، عندي مذاق ديال البيستاش، وعندي المذاق ديال سنيكرز، وعندي المذاق ديال البونتي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد السابلي هذا وتجربوه، وانا متاكده ان شاء الله ملي غتجربوه غيعجبكم بزاف، لانه كيجي لذيذ البنات وغزال وهماوي. وهاد الصابلي، هاد الشوكولا اللي رافقتها مع الصابلي، نقدروا نديروها في نحطوها بوحدها في بونبونيير، كتحط هي هماويه في مواعيد الاعياد في المناسبات، حتى هي كتجي رائعه البنات بنفس هاد المذاقات اللي قلنا. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا البنات عندي 250 غرام ديال الزبده، حكيتها باش تجيني سهله في الخدمه. جوج كيسان ديال سنيده، واحد الفاني، نخلط العناصر كامله. غادي نضيف ليها واحد الكاس ديال الزيت، وغادي نحاول نخدمها باش تولي على شكل بوماد. جوج بيضات حتى هي كنزيدهم. من بعد هنا زدت واحد الكاس ديال الكوك والدقيق على حسب الخليط. كنبداو نخلطوا الخليط ديالنا حتى كنحصلوا على داك العجين اللي تيكون رطب وما تيكونش تيتلاصق في اليدين، على هذا القوام هذا البنات. ومن بعد غادي نديرو في بلاستيك غذائي ونديرو في الثلاجه يرتاح حتى نبغيو نخدم به. دابا هنا البنات بعد ما خرجته من الثلاجه كنديرو بين بابي كويسون دو بابي باش كان يجينا سهل الكليك. انا بغيت هاد القوام هذا البنات حيت غادي نرافقو مع الشوكولا. انا درت ثلاثه تشكيلات كما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل الاول، نجيمات اوفال وسيركل. هنا البنات غادي ندوز باش نصاوب الشوكولا اللي غنرافق مع الصابلي ديالي. عندي هنا المذاق الاول اللي قلنا ديال سنيكرز اللي هو اللوز، عندي اللوز محمر ومهرمش مع الكراميل. تقدروا تعوضوها البنات بكاوكاو طبعا كيجي رائع، انا حيت كنفضل اللوز. والمذاق الثاني اللي هو البونتي، عندي الكوك مع الناباج اولا الكوك مع العسل، لكم الاختيار. حتى هو كيجي مذاق ديالو رائع البنات. هنا من بعد ما خلطت اللوز مع الكراميل دزت بدوب الشوكولا اللي هي شوكولا نواغيش، نوعيه جيده البنات باش كيعطي مذاق رائع. بعد ما دوبتها غندوز باش نديرها في القالب ديال السيليكون. كندير الطبقه الاولى ديال الشوكولا، كنحاول نوزعها مزيان على داك المول. هنا غادي ندير واحد القطعه، واحد المورسو ديال سنيكرز، وغادي نغطيها بالشوكولا من الفوق. ونفس الطريقه غنديروها للمذاق ديال البونتي كما كتشوفوا. ندير واحد القطعه صغيره غنخشيوها وسط داك الشوكولا وغنغطيوها، وغنستمروا بنفس الطريقه حتى يبرد لنا. هنا غندوز ندير الشكل الثالث اللي هو الشوكولا مع البيستاش اللي هو خلطته مع العسل. وهنا البنات بعد ما كنساليو كندخلو الثلاجه كيبردوا لينا كيجمدوا، كنجبدوهم كنلقاو هذا القوام هذا، تيجيو رائعين البنات، تيجيو ساهلين باش تديمو ليهم هاد القوالب ديال السيليكون. هانتوما كتشوفوا البنات هنا من بعد ما بردو حيدناهم بكل سهوله. هادو هما الشكيلات اللي درت، درت وريضات بجوج انواع، وهنا الشكل ديالهم بعد ما حيدتهم. عطاني كميه كبيره البنات، هذا غير وريتكم الشكل كيفاش كيجي. هنا عاوتاني غندير المذاق ديال البيستاش اللي قلنا خلطناه مع العسل، غندير شوكولا بلون غيش تايب الناس تكون نوعيه جيده باش كتعطي مذاق رائع للشوكولا. كنحاول نلبس داك المول بداك الشوكولا، واحد الطبقه ديال الشوكولا بلون كما كتشوفوا. هاد البليغه حتى هما كيجيو في الشكل ديالهم رائعين البنات، يعني حاجه اللي هي هماويه زوينه.
وتقليديه، تصلح للاعياد، تصلح المناسبات. هنا كنحشيها بداك الحشوه ديال بيستاش اللي هو خلطته كما قلنا مع العسل بعد ما حمرت البيستاش وهرمشتو. كنغطيوها بديك الطبقه اللي من الفوق ديال الشوكولا، كنحاولوا نضربوها شويه باش تقاد لينا داك السطح ديال الشوكولا. هنا من بعد ما دخلت الثلاجه وبردات، هانتوما كتشوفوا الشكل ديال البليغات ديالنا من بعد ما حيدناهم، كيجي الشكل ديالهم زوين وشكل جديد. هنا صاب البنات من بعد ما قديته في الطاوه، دخلته الفران على درجه الحراره 180 درجه، غنطيبو من التحت حتى يتحمر ليا شويه، عاد غادي نطيبو من الفوق باش ما يتحمرش بزاف. كما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي ذهبي، كيجي رائع البنات، تقدروا تقدموه غير هكا، كيجي فن، مذاق ديالو غزال. هنا البنات غادي نرافقوه مع الشوكولا، نحاولوا نلصقوا داك الشوكولا مع الصابلي. عندي هنايا غنسوق داك البليغات بهذا الورق الذهب، كيجي توا تعطي واحد المنظر زوين. وبليغات الاخرين غندير لهم داك البونبون اللي هما على شكل، غنديرهم على شكل عقاد دوك البليغات. وغادي نلصقهم بالناباج، هنا عندي الناباج والجليكوز مخلطين باش يساعدني باش نلصق داك الشوكولا مع الصابلي. غنبداو بالشكل الاول على شكل ساخك باش نديرو داك الورده ديالنا ديال الشوكولا. كنحاولوا داك الفرشه ديال خاصه بالحلويات هذه، طبعا البنات كنلصقوا بها داك الصابلي مع داك الشوكولا. حاولوا نديروها ونضغطوا شويه باش يشد فيها داك الناباج. انا بعد ما زوقتها بالعقيق هذا الشكل الثاني اللي هو على شكل اوفال، غندير فيه هذاك الشكل اوفال، درتو على ود البليغات باش يجيو في الشكل ديال البليغه كيف كتشوفوا البنات. هنا من بعد ما زوقتها بداك الورق الذهب تا هو درت ليها داك الناباج ودرت ليها داك الورق الذهب من الفوق. هاد البليغه عاوتاني غندير لها داك العقاد، تا هي ملصقها بداك نفس الناباج والجليكوز، لصق دوك العقادين مع داك الشوكولا. والشكل الثالث اللي هو الشكل الرابع اللي هو نجيمات دي زيتوال، هكاك درتهم صابليات ودرت لهم بيستاش. وهنا كما كتشوفوا البنات البلاطو ديالنا بعد ما سالينا التزيين ديالو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونال الاحسان ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها البنات لانه فعلا كيستحق التجربه، ومذاق رائع البنات وهماوي، وحمر لكم وجهكم مع ضيافكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم بزاف وديروه. وهنا البنات الشوكولا كما قلنا اللي قدمناها في البونبونيير حتى هي كتجي زوينه، كتجي هماويه. هنا البنات بغيت نشارك معكم الشكل كيفاش كيجي الشوكولا من الداخل. هذا المذاق اللي قلنا ديال سنيكرز، هذه الحشوه ديالو كيفاش كتبان في الشوكولا من الداخل كراميل واللوز. هادو البليغات اللي عمرنا بالحشوه ديال البيستاش. هادي البنات البيستاش مع العسل، حتى هي كتجي بنينه البنات وغزاله. وهنا المذاق ديال البونتي كما كتشوفوا البنات، الكوك اللي خلطنا مع العسل او لا تقدروا تخلطوه مع الناباج. هاد المذاقات كتجي رائعه البنات، كتجي فنه، ان شاء الله غتشربوها وغادي تعجبكم. نتمنى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ونقول لكم مع السلامه.